فاليوم 6 أغسطس 2023 تلقينا مع حوالي الساعة 8 صباحا واحد الخبر اللي هو بالنسبة لنا احنا فاجعة، واللي كيتعلق بالحدود ديال واحد الحادثة ديال السير في النواحي ديال الإقليم ديال الجامعة ديال الأيتام اللي تابعة للنفوذ الترابي ديال الدائرة ديال دمنات اللي هي كتواجه بالإقليم ديال أزيلال، واللي مفاده هو الإنقلاب ديال واحد الحافلة ديال النقل المزدوج اللي هي من نوع مرسيدس الفرقون، واللي كان على المتن ديالها واحد 24 شخص. هاد 24 شخص للأسف فمباشرة بعد ما توصلنا بالخبر تنقلات المصالح ديال المديرية الجهوية وكذلك المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمعية وصحبة السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة وكذلك الوقاية المدنية والمنتخبين، واللي أسفرت على واحد 22 حالة ديال الوفاة في البلاصة يعني في المكان ديال الوقوع ديال الحادثة، ونظر الخطورة ديال الإصابة باش كتصابوا لما عطاتهم حتى شي فرصة باش يتلقاو العلاجات ولا الإنقاذ ديالهم، وبقاو جوج اللي هما تنقلوا لاتجاه ديال المستشفى المحلي ديال دمنات، اللي واحد توفى قبل ما يوصل والآخر نظر الخطورة ديال الإصابات فهو في الوقت دي باش كتحضر باش يمشي للمركز الاشفائي الجامعي محمد السادس ديال مراكش، فوفاته المنيه نظرا للخطوره، لان كما كتعرفوا البلاصه فين وقعت الحادثه فهي في سيدي بوالخلف، وهي في واحد الجرف فين نزلت هذا وبقات دورا وهذا، فهي كانت الاصابات خطيره جدا خطيره، لان الناس راه الكدمات والاصابات والكسور، فما عطاتهمش واحد الفرصه باش يعيشوا. باسم المديريه الجهويه والمندوبيه الاقليميه ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بازيلال ولا الجهه ديال مدينه مخنفره، كذلك كافه الاطر ديال وزاره الصحه كنتقدموا بالتعازي للعائلات ديال الضحايا ديال اللي توفاو، وكذلك لهذا الشعب ديالنا، لان هذه كارثه بمعنى الكلمه. وبهذه المناسبه فكنطلبوا من الاخوان والاخوات المغاربه مزيدا من الحيطه والحضاره باش نقصوا من هذه الافه وهذه الحوادث اللي هي لما ادت الوفاه، فهي كتخلي لنا واحد المخلفات اللي هي خطيره على الجسم، سواء من الاصابات الاعاقات. وشكرا.